آسيا هنالك في أوزبكستان. هدف إذن أول، هدف أول إذن بمهارة فردية عالية لهذا اللاعب العراقي البعيد عن الرقابة حسن عبد الكريم، لاعب نادي الكرخ العراقي يسجل إذن الهدف الأول. شوف معي جهد بكل تأكيد شخصي من هذا اللاعب وتصويب وتسديدة قوية جدا من خارج منطقة الجزاء، استطاع أن يسجلها هذا اللاعب صاحب القميص رقم 10 حسن عبد الكريم. شوف على الرغم من المحاولات البحرينية شاهدنا محاولتين للختال وعدنان فواز، ما كان في استغلال للكرة بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هنا أتى الرد السريع من خلال هذا الهدف اللي أسعد من خلاله أكيد جماهير العراق وميروسلاف سكوب هذا المدرب التشيكي الذي